ما صار فكرة عن غنية ديو. ربع عالية لا لا فلت البيسون انا محلها كنت بلش دعوة سنين يلا قاعد برجع لي هون سبلك شي نوت بخير بخير شو بك هيدا عربي فوق شو يعني بخير وقع يا حبيبي اسمع أنا طلبتها هيك هذه لك تفش دار لك تفش دار دبت متت اسمع الغني دبت متت دبت متت خي هون ليك لو ما تابلو برايم 30 جتة عروسية ما نخيل تحت عم بعض هيك عشوائي بوكو انت اكيد زقفتوا على اللي عمل المخرج اكيد يعني سيتو على كل كل جمعه بتقولها كل جمعه بتقولها وقف شوي لحقلك شغله قد ايه كنت حلوه هديك البرفورمانس كمغنى قد ايه هيدي عطله هيدي التمثيل زيرو انا بعطيك شخصيا مع احترامنا ل مدام بيتي سبلك نوت يعني الواطي عم بتسيبه اوكي مش مرجلي بس العالي انت قلت لي انت طالب هيك طب طالب هيك كون قد اخي ما قدرت تكون قد هذا اوكي ما تبقى قد لكن فشلت طيب لحقلك هو فشل هلا هي الغنيه اسمها فشل مروان ليك قد ايه كنت قد ايه اعطيتك كريديبيليتي هونيك قد ايه عم اقول لك هون انت فاشل للاسف رح اقول لك شو هاي البرفورمانس مزعجه اسمها زعجتني ما قدرت كمل غنية ما قدرت كمل التابلو ما عرفت انه هيك صار بالاخر لانه تعبت معك تعبتني صراحه ابشع غنية سمعتها منك انا شخصيا وتفلسفوا عرب انه انا بغني مش لاقي غنية كعيخ ولو انت معلم ما فيك تكون عامل هيك برفورمانس قد فيها معلميه وهون تصير قد نول مش بسابل حتى يعني ما بتقطع عندي تمثيلك عاطل جدا عطول التابلو اللي معك بين انت ونسيم
التابلو ببين اقوى منك على طول، يعني معناتها في شيء ناقص فيكم، ناقصكم كثير ميزانسين، بدكم شغل على مسرح. ما بعرف مثل هذه والله انا ما بعرف. طيب خلص شو بتغني بمطعم يعني؟ لا عم خبرك هو مش مثل بس اتليست عيش حالي خي، طلب منك سين حالي عيشه مش انا عايش حتى حالي مش مقبول يعني كان؟ لا لا مش مقبول، لا بين اول شيء بتضحك شكلك ورا بالحبس بين يعني صريخك مش مزبوط، ما حدا بيصرخ قد بسرعه وبيسكت، الصرخه بدها نفس بده وقت وجهك ليرجع لمحله اخي انت ها يا كمان بين كمان هبيل تقدر بتبلي خليني اياك تمثيل تمثيل عم نحكي بتاخذها يعني بين مش مزبوط بين واحد عم بيكذب خي هاي مش كده صار اكاديمي وهيدي حسناتها انه انسان بده يكون جامع كل قصص اكيد بتحسن بتحسن انت ايه ما عندك حلقتين اذا بدك تفرجيني